أقام أهالي إقليم كردستان صلاة عيد الفطر في المساجد ضمن شروط الوقاية والسلامة التي أقرتها هيئة الصحة التابعة لحكومة الإقليم، إذ التزم جميع المصلين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات وجلب الأفرشة الخاصة للصلاة. ويتمنى أهالي الإقليم أن يكون هذا العيد خيرا وأن يذهب وباء كورونا لتعود الحياة لطبيعتها. الحمد لله، يعني صلاة العيد كانت التزام تام، يعني بالتباعد كمامات والسجادات، التزام للمواطنين بالسلام يعني بالمعايدة. الحمد لله والشكر، نسأل الله يديم المحبة والأمان. لا يسعنا إلا أن نهني الشعب الكردي والشعب العراقي وعموم الشعوب الإسلامية بعيد الفطر المبارك، ونتمنى إن شاء الله إن الله يتقبل صيامنا وصيام المسلمين جميعا، ويكون مبعث خير وسرور لكافة المسلمين، يفتح لصلاة العيد هذا اليوم وتتوفر فيه كل الشروط اللي تنص عليها وتطلبها الجهات الصحية من التباعد الاجتماعي والالتزام باستعمال كمامات وكذلك والتباعد الاجتماعي.